بديمقراطية أن لا سيدة في هذا البلاد أن لا سيدة في هذا البلاد وأن الشعب هو السيد. قضية هي قضية تعريشات. مشكل اليوم اللي مطروح في الجزائر هو مشكل التعريشات. شيء موش فرحان لما تزال مهدلة البطالة. شيء يكون موش فرحان. شيء موش فرحان لما الصحة تكون مريضة. الصحة وتكون مريضة. لما كل الشخصيات الوطنية تخرج تداوي في الخارج لكن المواطن البسيط يقعد هنا. شيء موش فرحان لما وزيرة تجوز وتمنع الصلاة في المدارس رغم انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال علمهم على سبعة وربما العشرة وقانون يحمي يقول في كل مدرسة لازم تكون مصلى. هنا الشعب يكون موش فرحان. نزيد الشعب لا موش فرحان. الشعب موش فرحان للحاجة ما عادش غير المواطن الزوال اللي موش قادر يروح له. حتى الانسان الطبيب والقاري والفهم يحاول بالفيزا انه عادي يشوف ما كانش امل في البلاد. هنا الشعب يكون موش فرحان.